بالله عليك شيخ في عزوز كبيرة نبيك تنصحها تدعي على ليبيا، هي عزوز كبيرة شيخ الله يا ربي يهديها، تدعي على ليبيا بالدمار. نعم. يجعلها ما تراش خير ليبيا، الله يجعلها لما تراش خير. سنتكلم إن شاء الله تعالى عن هذا. أخي مبروك، الأخ المبروك من بني وليد يقول عجوز كبيرة تدعو على بلدها، هذا من الجهل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأم أن تدعو على أبنائها والأب أن يدعو على أبنائه، وقال لا تدعو على أبنائكم ولا على أولادكم، لا تدعوا على أولادكم ولا على بهائمكم، لا تصادفوا وقت استجابة دعوة فيستجاب لكم. ولذلك المطلوب في الدعاء هو أن ندعو على من نحب وعلى من ندعو وندعو على من نريد له الخير بالخير والصلاح. فالزوجة إذا أساء إليها زوجها لا تحسب عليه، لا تقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لأن هذا دعاء عليه، لكن تقول الله ربي يهديك، ربي يصلح حالك، اللهم أصلح حاله، اللهم اهدي الرشاد، اللهم وفقه للخير والبر والإحسان. لأنه إذا استجاب الله عز وجل لدعائها كان الخير راجعا إليها، وكذلك الأم إذا استجاب الله عز وجل لدعائها لأبنائها كان الخير راجعا إليها، وكذلك الأب، وكذلك هذه المرأة إذا دعت لوطنها بالخير فالخير يرجع إليها، وأما إذا دعت عليه بالشر فما الفائدة التي ستجنيها؟ ثم هذا البلد لا يدعى عليه بشر بل يدعى عليه بالخير، والحقيقة هذا سفه من التصرف، عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تحرص على أن تكون صاحبة كلمة طيبة ودعوة حسنة، لا أن تكون صاحبة خبيث قول وخبيث دعاء. وفق الله الجميع للخير والبر والإحسان.